اف ام. تويت سويت متواصل معاكم مع رمضان عالمي. رمضان عالمي. البارح الانطلاقة كانت من الكويت، اليوم اخترنا ام الدنيا مصر، وباش نهزوكم الاجواء القاهرة والقاهرة الجديدة كما يقولوا. اسمه مؤمن زعبل، هو شاب تونسي مصري، هذه حاجة هيلة ياسر. يمكن الاسم هوش غريب عليكم خاطر تعرفوها على يوتيوب، عنده كل الصولات والجولات في شوارع القاهرة، شوارع المدينة في تونس زادة كيف كيف، وحاجة سمباتيك ياسر تنجم تقع على شان يوتيوب متاعه. ومعنا في المباشر مؤمن. صباح النور. صباح النور. أهلا وسهلا، شحوالك؟ سافا الحمد لله. رمضان كريم، رمضان مبارك مؤمن. أنا قلت شاب تونسي مصري، تونسي أكثر ولا مصري أكثر ولا 50-50؟ اشتر بشتر، هو ميكس مصري تونسي، ما نجمش تقولها لا مصري لا تونسي، نجم نحكي مصري نجم نحكي تونسي. ديجا حتى في الطاولة متاعت رمضان حتى تكون لازم يكون فيها البيك التونسي، ولازم يكون فيها زيادة الأكل المصري البشاميل المصري، دونك البيك زي موجود بحياتي من الصغر. هاي البرشة احنا في الطاولة التونسية كما قلت، فما البريك فما الشربة، وشنو يعني الأكلة المصرية التقليدية اللي في كل سفرة مصرية تكون حاضرة في رمضان؟ المصريين بطلة يعني حدث ولا حرج في الماكلة، انما المصريين اول نهار رمضان مشهورين بقداش من حاجة زي المحشي، لازم يأكلوها، تلقاهم يأكلوا الحمام الحمام البط، ده لازم من اول أكلات لازم تكون موجودة في الطاولة متاع رمضان، بالأخص في الأول نهار ما تنجمش تستغنى عليها جملة يعني. هذا بخلاف طبعا انك انت كتونسي تكون محتار حتى في أول نهار هكا، منين باش نبدا، تفهم فيها؟ نجي على حساب البريك التونسي ولا نجي على حساب المحشي المصري؟ دونك كهو هو رمضان لازم يكون فيه جو المصري التونسي وكهو. شو وقتاش آخر رمضان عديته في تونس؟ اخر رمضان عديده في تونس كان عام 2015. 2015 مديده. انت موجود في القاهره تو؟ في القاهره الخدمه كانت صعيبه اني نكون في التدريب هذه. انا في القاهره، في القاهره الجديده بالتحديد. حبينا نعملوا دوره في المرشي بغادي بحذاكم كما نقولوا احنا في السوق يعني يمكن باللهجه المصريه، ولكن ما زالوا في السوق ماهوش مفتوح تو، يعني بالرغم اللي تو في مصر نص نهار غير اربعه. مصر يعني بكر عليها بلاد حتى تقعد تخدم 24 ساعة يعني ديجا. باهي ميسالش من الاشكال تاع الريزو لوطون يرجع لنا مؤمن ونرجعوا نحكيو على ديجا. انت حتى انا تو ساعتك هبطت باش نخطي قداش من حاجة، اغلب الاحوال مسكرة يحلوا مثلا مع الساعتين الماضي ساعة بتوقيت مصر، يا ساعة من زمان مش مأخر شوية صحيح. يتسمى هكا صوت واضح؟ اي صوت واضح واضح، قلت لك مش مأخر شويه مع ماضي ساعتين. لا بالعكس احنا نشغل فتره 6:30 دونك بالعكس يعني تلقى لا بالعكس الحوانة حتى على الاقل ما هي تحل، بس الحوانة حتى هو مع شغال فتره هو قاعد، الناس قاعده تفطر والناس ما زالت موجوده يعني ديجا المشهد دقيق هكا مثلا نوريك تلقى مثلا هذه اون برينسيب في الزون هنا ما فماش حتى كريب، اغلب العباد اللي في خدمته اللي مازال ما بداش نهاره مازال نهار ما بداش، ورجع حتى البلاد تخدم حتى الاربع والخمسه بتاع الصباح ما تسكرش، دونك اي حد بيحب يعمل حاجه ولا عنده قضيه باش يعملها يستحسن من بعد نص النهار تبدا تخمم انك باش تعملها. هاي البرشة باهي، احكي لنا في السهريه كيفاش اجواء السهريه؟ مش عارف فما حظر تجول فماش حظر تجول، كيفاش الاجواء في مصر في القاهره بالتحديد؟ الحوانت هنا في مصر تخدم ابتداء يعني هم يخدموا خلينا نقول في رمضان مثلا نص النهار ياخذوا حتى نص الليل تخدم هذه الحوانت، نحكي عن مثلا الحوانت كان انت مشتغلتي عند قاضيه نتاع الدار تنجم قبل نص النهار، بعد بقى نص النهار تلقى الحوانت تبدا تسكر بالتدريج، بس بخلاف هكا تلقى بينسير لك قوي حاله حتى الساعتين ولا ثلاثه نتاع الليل، وتنجم تعمل تنجم حتى انك تقعد تقعد تفطر برا مازال موجود، بس طبعا التباعد الاجتماعي والعدد اللي هو يخدم منتقد 50% فقط مازالوا يخدموا بيها، يرد بالهم طبعا كورونا ما فاتش، كورونا مازالت موجوده سواء في مصر سواء في تونس، بغض النظر شنيا كان الوضع ولا النوامر نتاع تسجيل الحالات سواء ان هي انخفضت ولا زادت لازم ترد بالك حتى مازال فما مرض يدور. تخرجوا في السهريه يعني اي قول لي اي بين سير طبعا ما نحبش نحب اما حاجه ما نحبش ننساها انا كتونسي هنا او بالاصح نص تونسي قاعد نعاني من الملسوقه يا جماعه، ما عندناش ملسوقه ما عندناش مخارط ما عندناش سلافي
وشنو تعمل في الحاله هذه؟ تضطر فما حاجات صعيبه انك تعوضها، او لازم توصي شكون قبل رمضان مثلا هكا بشهر ولا شهر ونص باش يجيبها لك. دونك الادوات اللي موجودين في تونس يعني بالحق الملسوقه باش تحس بقيمتها اوتوماتيكمون بعد ما تخرج من تونس، بس تحس انك مش تجيبها قداش مش تعاني. كنز رهيه والله كنز. صحيح كنز بالطبع، وبرشا من التونس اللي يعيشوا خارج تونس، فما اللي نجم يعني يحضر الملسوقه، فما اللي يجي حاضره. احكينا على السهريه، كيفاش تعديوا السهريه في مصر؟ يعني شنو هي الاجواء؟ هل المسلسلات تطغى على القهوه، او القهوه يعني والخرجه والتحويس غادي يكون عنده اولويه زاده؟ في المجمل احنا السهريات في مصر تبدا مثلا من بعد شقان الفطور، يعني مثلا احنا نبدا 6:30 شقان الفطور نتاعك، قول من 7:30 8 تبدا مثلا القهوه تحل وتبدا تستقبل في العباد وتبدا مثلا يبدا الجو. طبعا الجو الطربي، احنا الثقافه التونسيه والمصريه متشابهه نسبه كبيره جدا، الزوز نحبوا الطرب، الزوز عندنا بس نفس العادات والتقاليد. نسمع ام كلثوم مع عبد الحليم، ورده 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 الجزائريه معروفه، العندليب ام كلثوم، تونس زاده فما ام كلثوم وعبد الحليم، فماش تونسي ما يسمعش ام كلثوم ولا عبد الحليم. الجو المصري، الجو مثلا تحسه يشبه الجو المدينه زي الحسين وخان الخليلي، نفس الفايبس، نفس الاجواء، يدخلونا في المود الطربي هكا القديم اللي احنا نعيشه فيه، اللي تعودنا عليه طول عمرنا من صغرنا حتى نكبره. طبعا كل هذايا انت الجو المصري والتونسي تحاول انك تعيش روحك فيه الزوز من غير ما تجي على حساب حاجه. اصعب حاجه بس نواجهها اننا انهي مسلسل باش نتفرج عليه. نتفرج على المسلسلات المصريه ولا التونسيه؟ يلا اليوم عندنا يوتيوب نجم، عندنا الوقت باش نتفرجوا عليهم الكل. فرحانين برشا اللي انت معنا في المباشر على جوهر اف ام. مؤمن الشاب التونسي المصري، نستدعى الناس يعملوا طلع على شان يوتيوب نتاعك اللي فيها هكا فازات كيما نقولوا بالتونسي، جميله جدا سمباتيك. هاي خليك عندك على شكون تسلم يا مؤمن في تونس؟ انا نسلم على عائلتي بيان سير، نسلم على كل توانسه، عائلتي اللي في تونس للاسف ما نجمش نعدي رمضان غادي معاهم، نسلم على خطيبتي اللي انا في بلاد وهي في بلاد. فين خطيبتك؟ فين خطيبتك؟ خطيبتي في تونس الاصل. تونسيه؟ هكا ولا ايه؟ شوف مع البعد وفيديو كورونا. تونسيه هي الخطيبه؟ تونسيه. يا بيه تونسيه. السؤال عاد تسال علي من وانا صغير، مش تاخذ تونسيه ولا تاخذ مصريه؟ اذا يعني الحمد لله، يعني انهيت السؤال هذا، انهيت الجدال هذا. يعطيك صحة مؤمن، شكرا لك، تحياتنا اللي تابعوا فينا الكل في مصر الجالية التونسية وزادة كيف كيف المصارى الكل، وتحياتنا لأم الدنيا. شكرا لك مؤمن على هالبارتاج متاع الأجواء الجميلة هذية في رمضان المدينة.